حكام اجانب، حكام مصريين. الحكام المصريين دايما يعني بيبقى الموضوع صعب عليهم اعلاميا وتنافسيا، بيبقى صعب ولا لا؟ هو الموضوع اعلاميا فقط، وان الانديه ما بتحبش انها يكون او ما بتستسيغش الحكم المصري. ده اللي نعرفه من الكابتن جمال غندور، رئيس طبعا لجنه الحكام. مساء الخير كابتن جمال. كابتن حازم نجم مصر، مساء الخير، ازاي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك، تحياتي لكل الساده المشاهدين. تحياتي لحضرتك كابتن جمال، ربنا يخليك يا كابتن. وبالتوفيق كده ان شاء الله. ماتش قمه ان شاء الله كابتن جمال، بتسعوا الى حكام اجانب خلاص يعني عرفتوا مين، ولا لسه بتراسلوا الاتحادات؟ انت عارف كابتن حازم، الاول كانت المشكله ان احنا نقول حكام اجانب ولا مصريين، وكنا نتخانق وكانت نظر تختلف، وناس تقول حكام اجانب عشان منع الحرج على المصريين والمصريين يزعلوا، وانا كنت واحد من الناس كنت بزعل جدا لما كان وانا كنت حكم كان يجي حكام اجانب. الموضوع دلوقتي بقى اكبر من كده، الموضوع بقى فيه قرار بحكام اجانب واحنا مش عارفين نجيب حكام اجانب. ليه؟ لاسباب كتيره. من ضمن الاسباب المره دي انه عندك دوري الاوروبي بدا في بعض الدول، الدوري المحلي ونازل تلعب يوم السبت والحد. هو السوبر الفرنساوي الحد والسوبر الانجليزي السبت، قصدي السوبر الانجليزي الحد ان شاء الله، ده البدايات يعني. فسبت وحد بقى ايه؟ لا انا دلوقتي بتكلم انجليزي والفرنساوي، دول لهم قصه ثانيه. هو انا مش حابب اتكلم فيه لان في بعض الدول اعتذاراتها لاسباب ما ينفعش احنا نقولها، لكن اللي خلينا نقول احنا الاسباب اللي بتبقى لنا دلوقتي او اللي طول النهار النهارده ومن امبارح عمال تتوالى الاعتذارات، انه الدوري بادئ عندهم سبت وحد، وبالتالي حكامهم كلهم مشاركين في الدوري، وبعدين هو عنده الحكم هناك، الحكم في الماتش في الدوري المحلي عنده افضل 100 مره من انه اسافر. ايوه بس مين يا كابتن اللي الدوري بتدي سبت؟ مفيش دوريات سبت وحد لسه، الدوريات كلها بتدي سبت وحد اللي بعده، يمكن سويسرا في مثلا. في النرويج، لا في النرويج مثلا وفي في السبت وحد مثلا على سبيل. انا قصدي بس دي دوريات نوعا ما، يعني قصدي البلاد الكبيره كلها لسه الاسبوع اللي بعد القادم. هو كابتن حازم انت بتتكلم على البلاد الكبيره بالنسبه للكوره. بالنسبه للكوره. بالنسبه للتحكيم، في بلاد كبيره في التحكيم وما هيش كبيره في الكوره. صح صح. صح ولا غلط؟ صح يا كابتن. فانا عايز اقول لك انه يعني ده سبب. سبب تاني، معسكر النخبه للحكام الاوروبيين المتميزين اللي هم الجديد معمول الاسبوع الجاي، وبالتالي ممنوع اي حكم يشارك في اي مباراه قبل المعسكر. ده نهار ابيض. واحده ثانيه. يعني كده معناه ان اللي هيجي لنا بقى نص لب يا كابتن. الله ينور عليك يا كابتن حازم. هل احنا نقبل بقى ولا ما نقبلش، ولا نقول يا جماعه احنا متعودين هنجيب، احنا السنه دي جبنا مثلا يعني كل حكام النخبه في اوروبا يا كابتن ما حدش فيهم هيجي عند عشان عندهم معسكر. عندهم معسكر للنخبه الاوروبيه الجديد، والمعسكر ده عندهم تعليماتهم قبل المعسكر، ويبدا الاثنين اللي جاي قبل المعسكر باسبوع ما حدش حكم. طب ممكن نتجه للبلاد العربيه؟ ساعات شفنا ماتشات كتيره كان حكام عرب بيحكموا الديربي المصري يعني واللقاء القمه، هل ممكن دلوقتي انا الخطوه الاولى كانت اللي هم الحكام النخبه الاليت، وده بقى خلاص بقى صعب. مش كمان عشان لا، التوقيت غير مناسب ليهم، عشان احنا المباراه بتاعتنا يوم 8 اغسطس وهم عندهم المعسكر الاسبوع الجاي وممنوع ان هم يكونوا، حسب الباب ده اتقفل. فبنيجي احنا نقول مثلا ايه، يعني مثلا كل دوله فيها حكم رقم واحد واثنين وثلاثه. فاذا كان الاليت خدوا واحد واثنين فممكن رقم ثلاثه، مفيش مشكله. يعني رقم ثلاثه، يعني مثلا زي هدي لك مثال بسيط، احنا مثلا عندنا مثلا هنا في مصر عندنا مثلا كابتن ريشة وابراهيم نور الدين ومحمد فاروق مثلا مش فاضيين، فممكن في محمد الحنفي، في محمد معروف، يعني هتلاقي في حكام قريبين. ممكن هذا الكلام بقى انت بتصطدم دلوقتي بالمواعيد، انت بتكلمهم من امبارح بس، يعني القرار امبارح بس. احنا قدامنا يا كابتن، يمكن ما اعرفش حاجه تتفرج ولا لا، لكن قدامنا نهائي الدوري الرباعيه، نهائي الدوري كان في الدوري الرباعيه اللي اتلعبت، والزمالك والاهلي بيلعبوا، وكان ابراهيم نور الدين هو الحكم. ابراهيم نور الدين الحكم، والمباراه عملت بشكل عمل ماتش كويس. يعني بقى هل حاولت يا كابتن انك تعمل حكم مصري او تقول لهم في حكم مصري والانديه رفضت مثلا ولا حاجه؟ لا، انا ما بتعاملش مع الانديه خالص، مش علاقه بالانديه. انا بتعامل مع اتحاد الكوره، واتحاد الكوره هو قراره وحكامه، يعني خلاص الموضوع محسوم. يعني قرار اتحاد الكوره حكام اجانب. يعني مش لسه هنقعد نتناقش انه مع بعض نقول نجيب مصريين ولا لا. الموضوع محسوم، اهلي وزمالك حكام اجانب خلاص منتهى. لكن انا ما بتعاملش مع الانديه، انا مش هقول ان الانديه ارجوكم اسمحوا لي ان الحكام يبقوا مصريين وعشان خاطري واضمن لكم والكلام ده. يعني اتحاد الكوره هو اللي قرر يكون حكام اجانب. ده قرار اتحاد الكوره، مباريات الاهلي والزمالك حكام اجانب في الفتره من الفتره اللي فاتت دي، في فتره من الفترات بعد ما كان المصريين ده. هنشوف حضرتك الماتش اللي حضرتك بتعرضه ده، كان كنا وصلنا لمرحله كويسه، وكان ماتش الاهلي والزمالك اتحكم مرتين بحكام مصريين، مفيش جمهور ومفيش حساسيه وبتاع، والماتشات مشيت كويس. السنه اللي فاتت رجعوا تاني الحكام الاجانب بقرار اتحاد الكوره،
ومن ساعتها مشرف الاهلي والزمالك رجع تاني للتحكيم الاهلي. طب دلوقتي يا كابتن هتجيب حكام بقى منين؟ المستوى التحكيم هيبقى عامل ازاي؟ يعني ايه المستوى اللي ممكن يجي؟ بص كابتن حازم انا عايز اقول لك على معلومه بس، وطبعا انت هتوافقني فيها، انه مستوى الحكم نفسه ما بيفرقش كتير في الماتشات اللي بنجيبها للاهلي والزمالك، مستوى الحكم نفسه يعني في حكام سوبر، ولكن هو مجرد انه بيكون اجنبي على فكره خلاص الامور بتتسهل له بشكل كبير قوي، انت عارف كده كويس. اللعيبه بتاعتنا اي خرف بياخده في الملعب بتعطيه سلام. وبعدين اصل هتلاقي حكم دولي، حكم دولي من دوله اوروبيه. انت مش هتجيب حكم محلي يعني. حكم دولي من دوله اوروبيه. انا بس الفكره ان احنا لازم من دلوقتي، انا يعني بص احنا الساعه كام يا كابتن حازم؟ 10 دلوقتي بالليل يوم الجمعه، لغايه دلوقتي مفيش حكم، مفيش حد رد عليك يا كابتن؟ لا ردوا كله باللا يعني، ردود اعتذارات قصدي يعني، انا قصدي مفيش حد رد ان هو ممكن يجي يعني. لا كله ردود اعتذارات. وانت قدامك، انت قدامك ساعتين او ساعه والموضوع ده هيتقفل. يعني ايه هيتقفل؟ ازاي بقى؟ يعني هنبلغ اتحاد الكوره، هنقول له انه فشلنا ان احنا نجيب حكم اجنبي. طب مش ممكن بكره تكمل يا كابتن مع اتحادات اخرى مثلا؟ بكره ايه يا كابتن حازم؟ بكره السبت وبعد بكره الحد وبعده الاثنين كملك الاسبوع كله، والسبت فات والحد فات. السبت والحد انت عارف يا كابتن حازم اوروبا اجازات. صح خلي بالك، انا بكلمك، احنا مزنوقين زنقه مش ممكن. طب سؤال يعني طب هم دلوقتي برضو طب يا كابتن معلش، الساعه 10 وربع دلوقتي يعني هناك في اوروبا مثلا 9 وربع 8 وربع، دي اتصالات شخصيه بقى. يعني اصل اكيد الاتحادات قفلت هناك برضو، الدنيا قفلت. لا دي اتصالات شخصيه اللي انا بعمله طول النهار. شخصيه اتصالات شخصيه، اتصالات شخصيه للحكام ومسؤولينهم يعني. بقى مثلا هكلم الحكم وبعدين الحكم يقول لي انا ما عنديش مانع، وبعدين طب اديني الايفنت على المسؤول. طب يا كابتن هل ممكن تروح لاسيا؟ ما اسيا فيها حكام برضو، يابان ولا ده مسافات بعيده مثلا؟ اسيا ورحت الافضل حكم في اسيا رفشان ارماتوف ثالث مره بيعتذر. افريقيا طيب، انزل لافريقيا، عندنا اخواتنا في افريقيا. على الهوا على الهوا كده مش عايزين نتكلم فيها، لانه في عامل جديد ظهر في الفتره الاخرانيه مش عايزين نتكلم فيه، لكن برضه بقى من ضمن الحاجات المؤثره. حتى لو يومين يعني؟ الفكره مش فكره وقت، ده دخل حاجه غريبه جدا برضه. دخل في امور ثانيه. ما بقتش العمليه زمان. بص الفتره اللي فاتت كان الحكام اي حكم في اوروبا كان يحب يجي يزور مصر ويروح الاهرامات ويتفسح ويحكم ويمشي ينبسط وحاجات. الامور دي اختلفت شويه. انا ما عايز اقول لك احنا ما عندناش مشكله. طب يعني انا كابتن هكلمك بعد ساعتين، احنا الحلقه لسه لغايه 12 ونص، كان كمان ساعتين يا كابتن تقول لي الدنيا بقى قفلت ولا فتحت؟ طبعا هقول لك. هيبان صح؟ ما لازم اقول، لانه بعد كده عندنا احنا بكره وبعد دول مش محسوبين. صح احنا عندنا ماتشات يوم الاثنين، يا اما تلعب على بلاد عربيه بقى سبت وحد يعني. عندنا بقى حكام عرب، عندنا حكامنا جاهزين، عندنا حكامنا جاهزين ان شاء الله. يعني وده يحتاج الى قرار من الاتحاد. تمام، نقول خلاص يا جماعه، يبعت الانديه كده يا جماعه احنا ما قدرناش نجيب حكام من اوروبا، فبالتالي احنا حكام هيكونوا مثلا عرب او حكامنا هيكونوا مصريين. تمام يا كابتن، بشكرك كابتن جمال، شكرا جزيلا، وهنكلم حضرتك اخر حلقتنا برضه نتراجع.